رسالة إلى المدرسين رداء يعني أن يرحموا أولياء الأمور. أولياء الأمور تعبانين والحدود الجسد بالذات أينما بدنية التعليم. النهاردة المدرس يفرض على الطالب الدرس الخصوصي فرض، وإن ولي الأمر ما نفذش هذا الأمر يتحرم الطالب من أعمال السنة وبيتعامل في الفصل معاملة سيئة جدا. فولي الأمر مقفول ليل نهار علشان يجيب الدرس للمدرس، غير التعب المعيشه اللي احنا عايشينها والغلاء اللي احنا فيه. طب ولي الامر ومحدود الدخل بالذات هيجيبني فين؟ هيجيبني فين علشان يصرف على المدرسين ويدي المدرسين؟ النهارده المدرس يا سيدي معاه سكرتير بيحجز له وبينظم له وبيدي له ميعاد. المدرس النهارده مش مدرس تعليم، لا، النهارده بيجت كل حاجه بالتهديدات وبيهدد الاولاد وبيهدد اولياء الامور. طب نقوله من مين؟ هل من مغيث؟ هل من مغيث يغيث اولياء الامور وبالذات محدود الدخل؟ بالذات محدود الدخل، لان اولياء الامور اللي هم الناس العاليه معاها فلوس وتسجل دروس خصوصيه ومدارس خاصه.